السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، حول العلاقات الأمريكية الإيرانية، صراع أم اتفاق. مرة أخرى أرحب بضيفي هنا في الاستوديو بدكتور عاطف نموس المفكر الإسلامي. دكتور عاطف تحية لك من جديد. حياكم الله. إذا توقفنا عند مرحلة أحداث 11 سبتمبر، العلاقات الأمريكية الإيرانية هل حدث فيها تحول كبير بعد هذا الحدث؟ حقيقة 11 سبتمبر كان تغيرا للأحداث بشكل عام في العالم. تغير جوهري وأساسي. وجورج بوش الأبن المستعجل على قطف الثمار يعني كان أبو اللعبة. نعم، يعني طبعا أقوال كثيرة حول 11 سبتمبر ومن فعلها من نفذها. لكن ليس هذا موضوعنا حاليا. لكن حقيقة 11 سبتمبر كان هو نقطة فيصل رئيسية جدا، التي جعل منها جورج بوش الابن المبررات الأساسية لاحتلال بعض البلدان، خصوصا المحيطة في إيران والقريبة من الاتحاد من روسيا أصبحت الآن. أفغانستان. فكانت الضربة الأولى لأفغانستان. مجرد أعلن الضرب لأفغانستان، الإيرانيون قالوا تصريح علني، نحن مستعدون للدعم اللوجستي لكافة الجنود الأمريكان. سهلوا الدخول الأمريكي أو الاحتلال بمعنى صح. سهلوا الاحتلال وعندهم استعداد يعني أن يهيئوا بمعداتهم الطبية، كذا احتجتوا أي شيء معدات طبية المشاركة بالخدمة. أجواؤنا متاحة لكم. أيضا جهزوا ميناء مفرغ فقط للقوات الأمريكية والقوات أي حلف يساعد أمريكا في دخول أفغانستان، فكان دعما لوجستيا بما تعمل الكلمة معنا. الطامة الأكبر أن بتلك المرحلة حتى إسقاط حكومة طالبان، كان أحمد شاه مسعود يعني من القوى المدعومة أمريكيا ومن حلفاء أمريكا. الإيرانيين بريا وبقواتهم دعموا أحمد شاه مسعود حتى يتمكن من إسقاط طالبان. وكانت الضربة، لكن يعني الأفغان صحيح أنهم يعني سقطت حركة طالبان تلك المرحلة، لكن ما شاء الله الحمد لله الآن استعادوا وما شاء الله يعني يسيرون بخطى متسارعة جدا، نسأل الله رب العالمين لهم الثبات. إذن هذه المرحلة الأولى. في سنة 2002 التقى اسمه تحدث عن بعد عام فقط من من 11 سبتمبر. نعم واحتلال أفغانستان، تحدث بعد الاحتلال دكتور. نعم. عاطف بعد عملية احتلال بعد الاحتلال التقى خليل زادة زلماي اللي كان وزير يمثل الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأفغانية ولا الإيرانية تقصد؟ لا مع وزير الخارجية الإيرانية مع ظريف كان تلك الأيام، وتكلم معه. نحن سندخل، نريد أن نحتل العراق ونريد دعمكم. أصبح اتفاق على تقاسم قوى وتقاسم أمريكا الفوت. تريد دعم الإيرانيين في احتلال العراق. نعم، قبل عام من الاحتلال الفعلي. بشكل فعلي. نعم. فظريف قال له كل شيء متاح بالنسبة لكم. أيضا. الأجواء الإيرانية مفتوحة. مفتوحة لكم. هناك عداء كبير أيضا. والرابط المشترك كما قلنا هو العداء للمسلمين السنة. لننسى قضية مسميات العربية. أصبح الفرس، المجوس، والمسلمين السنة. فقال له الأجواء الإيرانية مفتوحة لكم. لكم أن تتصرفوا كما تشاءون. أيضا عندنا الكثير من قوى المعارضة، لكن ليست المعارضة التي تريد أن تسقط النظام الإيراني، إنما المعارضة بالتبادل كما يقولون، المعارضة والموالاة والمعارضة تبادل أدوار، التي كانت تتمثل ببعض قوى بدر وفيلق القدس وغيرها من هذه القوى الموجودة على الأرض. فقال لهم عندنا قوى مدربة جاهزة وعندها القوائم حتى
علماء السنة، هؤلاء سيدخلون على الأرض ونسلمهم حكم العراق لهم. فكانت الترتيبات بهذه الصورة. فيعني هذا كان يعني الدخول، يعني احتلال العراق كان أكبر صفقة وأكبر تحالف علني بين أمريكا وإيران، والذي ما يزال قائم لهذا اليوم. ولغة العداء كيف كانت في هذا التوقيت؟ اللغة الإعلامية لكل الطرفين ما تزال على ما هي، ما تزال على ما هي. الموت لأمريكا، ونتمنى خروج أمريكا، وسنقاوم لنخرج أمريكا. وكانت كل يعني كان هناك مقاومة حقيقية في العراق، لكن من الذي كان يقاوم؟ مسكين بعض فصائل السنة التي لم تكن متجمعة، فصائل هنا وفصائل هناك، يعني وذهب منهم الكثير من القتلى، وسجون العراق كلها ملئت بهم، وعمليا تفرق شملهم، وأخيرا سقطت العراق. وننظر العراق كيف انهار انهيارا شديدا جدا لهذا اليوم. فهذه أيضا من ثمرات الاتفاق التحالف الأمريكي الإيراني، التحالف الأمريكي الإيراني والعلاقات بينهما. استمرت حتى أتى أوباما. أوباما بالألفين وثمانية. فأوباما من تصريحاته الأولى أننا نريد أن نخرج القوات الأمريكية من العراق. فهذا كان مبررا عند الإيرانيين ليتقاربوا أكثر أيضا مع الأمريكان. هذا يريد أن يستلم، يريد أن يخرج القوات الأمريكية. إذن يجب أن بمعنى ينفذ طلباته، لكن بالتزامن. وفعلا أوباما ب 2011 انسحبت معظم القوات الأمريكية خلال هذه السنوات الثلاث، لكن خلالها كان من ضمن التفاوض، بدأ التفاوض على الملف النووي أيضا يا أوباما، وبدأ تحديدا بعام 2010 يعني قبل الانسحاب بسنة كان الملف النووي بدأ، وبدأت المفاوضات في عمان، سلطنة عمان. ابتداء كانت النقاش حول الملف النووي حصري بين الأمريكا وإيران، لكن هذا النقاش طال وأخذ وقتا طويلا، حتى بعد الانسحاب ما زال مستمرا، حتى 2015 تقريبا بقي مستمر النقاشات حول النقاش حول الملف النووي. لكن هم يعملون الملف النووي أساسا شغال، يعني القراءات تقول يعني قبل أن يوقعوا كان تقريبا نسبة التخصيب واصل إلى بين 60 و70%. يعني كان البعض المتسرع يقول إيران خلال شهرين تمتلك القنبلة النووية، والبعض المتشائم جدا يقول ربما سنتين حتى يعني تمتلك القنبلة النووية. فكانت هذه بالتوازي.